انت هنا يا عبد الشكور افندي. 12 جنيه. استنى عنك استنى. 3 مليون حقك. نزل الحاجات دي ودخلها جوه. حاضر يا بيه. خد نص فرنك اهو، خلي البيع على رجلك. خمسة جنيه اهم، تلاتة جنيه مصروف الشهر أكل وشرب، واتنين جنيه اصرفي اتمتعي. احنا هنعيش غير مرة واحدة. أنا بقى هدفع حق الزبدة. هي أم شلبية جابت قد إيه؟ انتار. خليها كمان تجيب لنا قد 200 300 بيضة. حاضر. كامل ابننا رجع من الجامعة؟ لسه. راح يشوف النتيجة بتاعته يا حبة عيني من النجمة. ما تخافيش يا تفيدة، ابننا ناصح ونبيل، وإن شاء الله هيرجع منصور ومعاه الشهادة يا رب. أقوم أحضر لك الغدا يا عبد الشكور أفندي. اتفضلي يا هانم. والدي. أهلا يا كامل، ايه الاخبار؟ انا نجحت يا والدي. الف مبروك يا ابني. الفضل دعوات حضرتك ليه يا والدي؟ الفضل لله ولاجتهادك انت شخصيا. ده طول عمرك راجل عند حسن ظني بيك. ان شاء الله هفضل على طول ابنك اللي تفتخر بيه. ها وناوي تعمل ايه بقى؟ بعد اذن حضرتك انا اتفقت مع كام واحد من زمايلي هنفتح مكتب. اعمال حره يعني؟ لها مستقبل. بلاش كلام فارغ. المستقبل في الحكومة، في الميل، عشان تبقى راجل محترم ولك كيان في السلك الوظيفي. لكن يا والدي ما فيش لكن. كنت فاكر انك اعلى من كده. مش عاوزك تمشي ورا الابلسة دولة اللي هيعملوا منك انسان هدوء. الوظيفة الحكومية يا ابني هي لكل انسان عاوز يستقر ويضمن مستقبله ويتحمل المسؤولية. على العموم انا كلمت لك البيك وأكيد الوزارة ووعدني إنك أول ما تتخرج هيعينك في وظيفة حكومية على درجة. مكتب طويل عريض ساعي واقف على الباب، والمرتب 7 جنيه في الشهر. 7 جنيه في الشهر؟ مش بعيد يا ابني إن مرتبك يوصل 40 جنيه في الشهر. الناس تقول لك يا كامل بيك، والمثل بيقول إن فاتك الميري اتمرغ في ترابه.